بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما يساوي علم الله. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، ونتوجه إليك بلطفك بعبادك وبحبيبك ومصطفاك ورحمتك للعالمين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تفرج الكرب عنا وعن المكروبين من أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم عافنا واعف عنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. افتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين، وانزع الدنيا من قلوبنا يا رب العالمين، واجعلها في أيدينا نصرة لدينك ومحبة في حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. وكنا بدأنا في الجلسة الماضية في الاعتكاف، وتكلمنا على أحكام الاعتكاف، ودي تاني جلسة يمكن في الاعتكاف، ووقفنا على شروط المعتكف. والاعتكاف له أركان أربع، الاعتكاف نفسه كعبادة له أركان أربع، عبارة عن لبث، يعني مكث في المسجد، لأن اعتكف يعني لبث أو مكث في مكان ما، قام في مكان ما أو استقر في مكان ما. يبقى أول حاجة اللبث أو المكث، تاني حاجة المسجد اللي هو المكان اللي حيمكس فيه، ثالث حاجة المعتكف نفسه اللي هو المكلف، ورابع حاجة النية. يبقى الاعتكاف كعبادة لها أربعة أركان لا تتصور إلا بيها، إن يبقى في مكان اللي هو المسجد، وإن يبقى في المكان ده إنسان معتكف، هنعرف شروطه النهاردة اللي هو يصح منه الاعتكاف، وإن هذا الإنسان يمكث فترة تقال عرفا أنه معتكف، متروكة للعرف عند الشافعية كده. يعني لو نويت الاعتكاف الوقت فترة الدرس تبقى معتكف على مذهب الشافعية، فتعود نفسك كل ما تدخل مسجد تنوي الاعتكاف مع النية، يبقى تحتاج النية. وتكلمنا على النية بالتفصيل في الجلسة الماضية، وهنتكلم النهار وعلى اللبس وحد اللبس، ثم بعد ذلك نتكلم على شروط المعتكف. وفي أثناء الكلام هنعيد الكلام الماضي مرة أخرى إن شاء الله تذكيرا. فيقول: وشروط المعتكف إسلام وعقل ونقاء عن حيض ونفاس وجناب. يبقى لازم الإنسان المعتكف ده يبقى مسلم، فلا يصح اعتكاف غير المسلم، ولازم يكون عاقل، فلا يصح اعتكاف المجنون لأنه غير مكلف، ولازم يكون تماما نقي إن كان امرأة عن حيض أو نفاس، وإن كان رجل عن جنابة. يبقى لازم يبقى إيه، لأن ده لبس في مسجد، والمسجد لا تمكس فيه حائض ولا نفساء ولا من عليه حدث أكبر، مش كده برضو؟ يبقى لازم يبقى نقي من هذه الأشياء.
فبيقول ايه؟ وشروط المعتكف اسلام وعقل ونقاء عن حيض ونفاس وجنابه، فلا يصح اعتكاف يعكس كل واحده، الاسلام عكسها كافر، فلا يصح اعتكاف كافر، وعكس العقل مجنون ولو مجنون، وبيقول لك نقي عن حيض ونفاس وجنابه يعكسه، تبقى الحائض ما ينفعش تعتكف، والنفساء وكذلك الجنب ولو ارتد المعتكف، يعني طرأ عليه الكفر، يعني بدأ مسلما ومعتكف ثم ارتد في اعتكاف بطل اعتكاف، او سكر ولو ارتد المعتكف او سكر، سكر يعني ايه؟ فقد عقله بالتعدي، يعني شرب خمرا عالما انها خمر فسكر متعديا، يبقى خلاص. طب شرب الخمر متعديا ولم يسكر، لا يبطل اعتكافه ولكن يأثم لشرب الخمر، لكن عشان يبطل اعتكافه لازم يسكر، يعني يغيب عقله. فإن شرب شرابا على أنه عصير ظنا منه أنه عصير فاتضح أنه خمر فسكر غير متعدي، لا يبطل اعتكافه، لا يبطل اعتكافه. ولا يخرج المعتكف، احنا قلنا معتكف يعني لابس، طب امتى يخرج؟ ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور، لأن الاعتكاف قد يكون منذور نذرا فرض عليه صار واجبا عليه، يقول لله علي أن أعتكف يوم أو يومين أو شهر أو أسبوع أي عدد، وقد يشترط التتابع، يقول أسبوع متتابع وقد لا يشترط التتابع، فإذا نذر الاعتكاف صار فرضا عليه واجبا، أما لو تركه وأطلق يبقى سنة. يبقى علشان كده بيقول هنا ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور اللي هو فرض يعني إلا لحاجة الإنسان من بول وغائط وما في معناها كغسل جنابة، يعني افرض وهو معتكف في أمان الله نام فاحتلم فأصابته جنابة، يبقى لازم يخرج يغتسل، يبقى ساعتها هيخرج، أو مثلا إيه أراد أن يتبول أو يتبرز، دي حاجات ضرورية للإنسان لا يتصور إنسان بغيرها، يبقى يخرج لقضاء حاجته أو لإزالة جنابته طالما ايه جنابة غير مفطرة، لا يفطر الصائم بها، لأنه الجنابة التي يفطر الصائم بها يبطل بها الاعتكاف، ودي قاعدة، كل جنابة يفطر الصائم بها يبطل بها الاعتكاف، يعني لو ايه لو جامع زوجته عنده حجرة ملحقة في المسجد وجت تزوره جامعها بطل اعتكاف، كويس، لأنه لو عمل كده وهو صائم بطل صوم، كويس، لكن لو نظر إلى منظر وهو مش من عادته إذا نظر لمنظر يعني يشتهى إنه ينزل فأنزل على غير عادته لا يبطل اعتكافه بس عليه الاغتسال، كويس. يبقى طب افرض جت زورته زوجته في الاعتكاف فجامعها ناسيا أنه معتكف لا يبطل اعتكافه لأنه ناسي، في ناس بتنسى ذاكرتها ومخه دفتر، في ناس بتنسى بسرعة، في حتى أمراض دلوقتي بتبقى حاجة يعني أنواع من الأمراض كده تلاقي الإنسان ينسى، تيجي تسأله أنت اتغديت إيه النهاردة وإحنا في العشاء يقعد يفكر ويعصر مخه مش فاكر، طبيعته كده خلاص، ربنا يعذره، لأن إحنا عندنا في الشرع الشريف وده خاص بشرعنا رحمة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن الناسي لا يؤاخذ والمكره لا يؤاخذ، بخلاف ايه الامم السابقه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمه، ان الله تجاوز لي اي لاجلي لامتي عما استكرهوا عليه، عن الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، عن الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، الامم السابقه تؤخذ بيها، سيدنا ادم اكل من الشجره ناسيا ربنا خرجه من الجنه، يبقى سيدنا ادم مش عاصي على شريعتنا، لم يعص الله لانه معصوم، وشريعتنا هي الشريعة الخاتمة الناسخة لكل الشرائع، فيبقى ما زال سيدنا آدم وهو بيأكل من الشجرة معصوم أن يعصى رب لأنه نبي والأنبياء ما تعصاش، عشان كده ربنا بيقول ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزم، لا عزما على المعصية يعني لم نجد له عزما على المعصية فلم يعزم وأكل ناسيا، يبقى سيدنا آدم أكله من الشجرة كان بركة، كان بركة كبيرة
لأن لو لم يأكل ما كناش جينا احنا، ولا كنا شفنا النبي، ولا كنا شفنا القرآن، كان يفضل هو وست نحواء قاعدين لوحدهم كده. ما في الجنة ما فيش تناسل، في الجنة ما فيش تناسل. يبقى أكله من الشجرة انبنى عليه إيه؟ خروجه من الجنة ليدخلها مرة أخرى معه من ذريته آلاف مؤلفة من الأنبياء، وعلى رأسهم سيد الخلق، وآلاف مؤلفة بل ملايين مملينة من الأولياء والصالحين والشهداء. يبقى ما فيش بركة بعد أكل الشجرة دي، ده كان حقه يأكلها كلها. يبقى دي بركة. علم ذريته كيف يتوبوا، يبقى علمنا كمان إزاي نتوب. وهو لما أكلها أكلها ناسيا، فلم يكن إيه عاصيا في الحقيقة وعلى الشريعة بتاعتنا احنا، ولكن على شريعته، لأن الله لطيف لما يشاء خلقه معصوما وأراد له أن يعصاه فحاكمه بشريعة يؤاخذ فيها الناس، وخلقه على صورة ينسى حتى يبقى قدر الله تام، لأن لما ربك يقدر حاجة لازم تتم، فيقوم يخلي كل الموانع موجودة ويتم قدره برضه. نبي ومعصوم وما يعصاش ويؤمر ولا ينوي أبدا أن يفعل المعصية، ولكن قدر عليه أنه يأكل الشجرة علشان منبني عليها أعمال كثيرة أخرى، يقوم يخليه يخلقه على صورة إنسان ينسى، وطبيعة الإنسان أنه ينسى، واخد بالك. يبقى الاعتكاف احنا ايه اللي طلعنا عند سيدنا ادم؟ رفع عن امتي. فعلشان كده لو جامع ناسيا يبقى ايه وهو معتكف، ولو جامع ناسيا وهو في رمضان صيامه صحيح، ده يتم كمان ما يفطرش طالما ناسي. لو ذكرته خلاص ونزع يكمل صيام. افرد التانية ما ذكرتوش، هما الاثنين ناسيين، او التانية مش ناسيين، يعني مخهم دفتر بقى. بنفترض جدلا يعني ان بتحصل وتحصل بتحصل. يعني انا مثلا كنت مرة صايم وشربت حاجة ساعة وطلبت شاي وانا كنت صايم، وبعد ما خلصت ده كله افتكرت اني صايم. يا هاد انا كنت صايم، ايه ده ما كانش رمضان يعني، كان صيام تطوع. فتكمل صيامك عادي لانك ناسي، رزق سقاه الله لك فيهاش مشكله. لكن لو تذكرت في اثناء تذكرك وبعدين بلعت، يبقى هي دي اللي تفطرك، البلعه الاخيره دي اللي مع التذوق هي دي اللي تفطرك، انما قبل كده كل ده ما يفطركش. ولا فرق بين صيام الفريضه وصيام السنه في النسيان عند الشافعي، لان الله رفع الخط. يبقى ايه؟ وعلشان كده يقول لك هنا ايه، ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان من بول وغائط وما في معناهما كغسل جنابة أو عذر من حيض أو نفاس. افرض المرأة معتكفة والحمد لله في النقاء بتاعها، وبعدين كانت حامل فجالها الطلق والولادة بقت نفسة، خلاص تخرج بقى. طب فجاءها الحيض، تخرج بقى، لأن لا تمكس وهي حائض، مش كده برضه؟ فتخرج المرأة من المسجد لأجلهما، أو عذر من مرض لا يمكن المقام معه في المسجد. طب افرض جاله مرض ومش قادر ينام في الجامع لأنه مرض وجايله محتاج ينام في سرير مريح شوية، ياخد أدوية في أوقات معينة، محتاج حد يخدمه، يبقى هنا يخرج بقى خلاص. أو عذر، يبقى دي جايب لك الأعذار اللي يمكن الخروج فيها، وطالما أعذار يمكن الخروج فيها يبقى لا تقطع الاعتكاف طالما ناوي العود. ما احنا قايلين كده في النية الدرس اللي فات. يبقى قاعد في بيته بيتمرد ومحسوب المدة دي انه معتكف. يعني زي ما كان بيدرسوا لنا أساتذتنا، يقول لك العداد الحسنات شغال، وهو قاعد في بيته بيتمرد يوم واثنين وثلاثة لأن ده عذر، هو ما أمرتش نفسه. مش الرسول صلى الله عليه وسلم طالما نوى ايه؟ نوى العود. يبقى لا يقطع اعتكافه، لكن يقطع اعتكافه امتى؟ لو لم ينوي العود. وساعتها لما يحب يخف ويرجع تاني يرجع ينوي تاني وهو داخل. لكن لو نوى العود مش محتاج يجدد نيه وهو داخل، لانه ما زال معتكف، مش كده برضه؟
يبقى ومرض لا يمكن المقام معه في المسجد بأن كان يحتاج لفرش وخادم وطبيب، أو يخاف تلويث المسجد كإسهال وإدرار بول، جاله دور إسهال وخايف يلوث المسجد أو إدرار بول، وخرج بقول المصنف لا يمكن إلى آخر المرض الخفيف كحمى خفيف، جاله شوية صداع بسيطة خلاص ياخد له أسبرين وهو معتكف، لا يعني المرض الخفيف يخرج ما يخرجش يعني، كحمى خفيفة فلا يجوز الخروج من المسجد بسببه، ويبطل الاعتكاف بالوطء مختارا ذاكرا مختار يعني مكره، لا طبعا لا يتصور واحد يعني يجامع مكره، لكن الفقهاء بيدي لك اي تصور، افرض واحد جاء وجابوا له مراته وقالوا له لو ما جامعتهاش دلوقتي هنقتلك وهو معتكف فصار مكرها فجماع اعتكافه صحيح، بيتصوروا اي صورة علشان يديك الملكة الفقهية، وقد لا تكون هذه الصورة واقعة لان لا يتصور رجل يجامع ومكره اصلا، فلازم يبقى مختار فيخرج المكره وذاكر فيخرج الناسي، فهمت؟ للاعتكاف ويخرج كمان اللي عارف التحريم، افرض هو كان رجل معتكف ومش عارف ان الاعتكاف حرام فيه الجماع، وبعدين الاعتكاف في مسجد فيه حجرات منفصلة ومراته بتجيله كل يوم بالليل تجيب له العشاء فجامعها، وبعد ما جامعها راح اغتسل وبيصلي، وبعد ما الصلاة الشيخ بيدي درس فبيقول يا جماعة المعتكف لا يباشر زوجته وهو كان لسه مباشرها من ساعة، اعتكافه صحيح لأنه كان جاهل، لأنه لما جامعها كان جاهلا، يبقى لازم كمان يكون عالما بالتحريم، يبقى لازم ثلاث شروط علشان ينبني عليها الحكم، انه يبقى ايه مختار ذاكر يعني وعالم بالحكم، فانتفى اي واحد من دي يبقى ما ينفعش، يبقى المكره الناسي ما ينبنش، والجاهل بالذات في الامور الدقيقه يعني اللي هي مش كل مسلم يعرفها، اما مباشره المعتكف بشهوه فتبطل اعتكافه ان انزل والا فلا، يعني قبل مراته مثلا ولم ينزل لا تبطل الاعتكاف، لكنه يبقى مكروه ما يصحش، الاعتكاف دي حالة نقاء روحاني فما يصحش، لكن عمل ودمه تقيل كده بيختار الحاجات الغير مناسبة في الأوقات اللي مش مناسبة باعتكافه صحيح طالما لم ينزل، فإن أنزل بطل اعتكاف، واضح؟ سهلة الحكاية، وإلا فلا. ده كلام إيه الشيخ ابن قاسم الغزي على المتن. نقرأ بقى كلام الشيخ البيجوري في الحشية، قوله وشرط المعتكف إلى آخره أي شروطه، لأنه ذكر شروطا ثلاثة فهو مفرد مضاف يعم، أصل بيقول لك وشرط المعتكف، والمعتكف شرط مش شرط واحد، ده شروط كتير جمع، قال لك طب وهو شرط هنا قالها مفرد ويعددها ينفع؟ قال لك اه، ما لو جاب المفرد واضافه فيجوز جمعه يعم، يبقى عام يبقى يشمل، زي ما نقول مثلا الوضوء وفرضه كذا، فرض مع ان فرائض الوضوء كتير ست، فرائض الوضوء ست، يقول لك فرضه، يقول لك فرضه مفرد مضاف فيعم، يبقى دي قاعدة عامة، كل مفرد مضاف يعم، يبقى عام فيشمل أفراد كثير، وعلشان كده قال لك إيه وشرط المعتكف أضافها للمعتكف، شرط مفرد أضافها للمعتكف، يبقى تعم كل الشروط اللي يحكيها بالرغم إن اللفظ نفسه مفرد، فهمت القاعدة دي مهمة علشان تبقى إيه بعد كده تفهم، وساعات بقى إيه الشيخ عشان يشيل هذا الالتباس للإنسان العام اللي ما يعرفش قواعد اللغة يقول لك شروط المعتكف ويجمعها ويريح نفسه على أساس يكون بيكلم عوام، إنما ما يكلم علماء باللغة أما يقول شرط المعتكف كأنه قال شروط، ليه؟ لأن المفرد المضاف يعم، وهذا هو الركن الرابع كما تقدم التنبيه عليه، احنا قلنا اول واحد اللبس والمسجد والمعتكف والنية، يبقى ايه المعتكف ده واحد من الاركان الاربعة على اساس انه اتكلم عن اللبس واتكلم عن المسجد واتكلم عن النية، فناقص الركن الرابع. قوله اسلام اي ابتداء ودوام،
يبقى لازم اول ما يعتكف يكون مسلم في ابتدائي ايه اعتكافه، وانه يستمر على اسلامه حتى ينتهي اعتكافه، والا لو طرأ على الاسلام منافيه بالردة بطل الاعتكاف، ولو لم يبدأ اعتكافه مسلما لا يصح الاعتكاف. كويس، يبقى يشترط فيه الابتداء والدوام. وقوله وعقل اي تمييز، جاب سيرة بلوغ هنا، يبقى يصح اعتكاف الصبي المميز. كويس، يصح اعتكاف الصبي المميز طالما العقل بس وسكت، فالعقل يقصد به التمييز. وحد التمييز ايه؟ انه يعرف ما يضره وما ينفعه. تيجي تقول له يا ولد ايدك اليمين فين، يقول لك اهي يا بابا. تحط ايدك في النار، لا دي بتلسع. طب مامتك فين في البيت النهارده، ايه الخميس، صلينا ايه العشاء، يبقى خلاص مميز. عرف يجاوب الحاجات دي كلها يبقى مميز. احنا فين في المسجد، يبقى يعرف المكان ويعرف الزمان ويعرف الاشخاص ويعرف ما يضره. دي حدود التمييز، واضح؟ لكن اما تيجي تساله انت في المسجد احنا فين، يقولك في النادي، يبقى كده لسه عيل صغير بيتدلع، لسه مش مميز. يبقى يشترط العقل اي تمييز، ولا يشترط فيه بلوغ، فيصح اعتكاف الصبي المميز. والصبي المميز اللي يصح اعتكافه يصح ان يخطب لينا الجمعة، ويصح ان يصلي امام بالناس ويخطب العيد وهكذا، طالما صحت عبادته لنفسه تصح لغيره. القاعدة كده. وقول ونقاء عن حيض ونفاس وجنابة، دي شروط برضو، اي خلوص. النقاء معناه خلوص، يعني يخلص، يعني ايه يخلص الحيض ويخلص ايه النفاس. وطهر، وطهر منها، يبقى يخلص وتغتسل، مش يخلص وتيجي يخلص وبعدين تنوي الاعتكاف وبعدين تغتسل، ما ينفعش، لان قد ينتهي الدم وترى ايه القصة البيضاء لكن لسه ما اغتسلتش، لسه ما تنفعش تحبه. لازم تتطهر بالغسل، اي خلوص وطهر منها. وعبارة المنهج، كتاب المنهج ده ملخص كتاب المنهاج للإمام أبي زكريا الأنصاري، كتاب المنهاج ده للإمام إيه النووي، ملخص للكتب للرفعي، مش كده برضو؟ جاء يبقى رخصه كتاب الرفعي في المنهاج، ولخصه المنهاج في المنهج للشيخ زكريا الأنصاري، الشيخ زكريا الأنصاري اللي مدفون بجوار سيدنا الإمام الشافعي هنا في مصر، عاش لما عدى 90، وكان مشايخه يعني تلامذته كانوا مشايخ يعني كبار، وكان إلى آخر لحظة كان يدرس وكان بكامل وعيه، فكان مبارك، رجل مبارك سيدنا الشيخ زكريا الأنصاري. فعبارة المنهج بيقول إيه، وخلو عن حدث أكبر وهي أخصر، شملت كله بقى. ما يقولوا خلو عن حدث أكبر، يبقى شملت الحيض والنفاس وإيه تاني، والجنابة. والجنابة أسبابها إيه غير كده؟ العلاج والإنزال والولادة، يبقى شمل كله. يبقى ما يقول كده خلوه عن حدث أكبر، يبقى خلاص اللي هو موجب للغسل يعني، وهي أخصر يعني أكثر اختصارا. وقوله فلا يصح إلى آخره، تفريع على مفاهيم الشروط اللي هو المفهوم المخالف. أما يقول إيه يشترط الإسلام، مفهوم المخالفة للإسلام الكفر. تعريف الكفر إيه؟ إيه تعريف الكفر؟ مهملة الكتير. تقول لي الكفر يبقى شيوعي، ما يكفيش. طب الكفر يبقى هندوسي، ما يكفيش لان يدخل فيه غيره. طب الكفر يبقى بوذي، ما يكفيش. طب الكفر يبقى مسيحي، ما يكفيش. يبقى يهودي، ما يكفيش. كل دول كفار، يبقى تعريف الكفر كل ما خالف الاسلام عشان يشمل الكل بقى. فده تعريف الكفر عند المسلمين، كل ما خالف الاسلام يسمى كفر. عشان كده رفاعة الطهطاوي لما أول ما نزل باريس، وكان بقى شيخ أزهري أول مرة بقى يروح باريس مع الجماعة اللي بعتهم محمد علي، عشان فكتب بقى إيه مذكراته، كان هم موصيينه هنا العلماء، قالوا له كل أما تروح هناك كل حاجة تشوفها توصفها لنا عشان نعرف الناس دول تقدموا علينا ليه، لأن شافوهم في الحملة الفرنسية عندهم أسلحة ما شافوهاش قبل كده.
فمشايخ الازهر قالوا لسيدنا رفاعه الطهطاوي اول ما توصل انت رايح هناك في مهمه هتأم البعثه وتخطب فيهم الجمعه وتعظهم وتشرف عليهم من الناحيه الاخلاقيه، وفي نفس الوقت تتعلم اللغه والصوت، تعلم اللغه الفرنسيه وتوصف لنا كل حاجه تشوفها. فعمل كتاب بقى ايه سماه الابريس في تلخيص باريس معروف يعني، فكتب فيه ايه وان كان لعبه في العباره بعد ما ايه طبعوه، لكن عبارته الاصليه بيقول فلما نزلنا بلاد الكفار، قايل كده هم شالوا كلمه الكفار وحطوا بلاد ايه الفرنجه، واخد بالك؟ لكن هو ده مفهوم المسلم، انه اي حد يخالف دين الاسلام اسمه كافر بس، مش معناه بيشتمه او انه هو مثلا عايز يقتله او لا، مش في بال المسلم انه يقتل او يسب، لكن دي مسائل عقائد، دي مسائل عقائد ما بينبنيش عليها اي مشاكل تانية، لانهم عاشوا معانا قرون عديده وعارفين انهم كفار واحسننا عشرتهم، مش كده؟ برضه قبل ما يبقى في امم متحده، قبل ما يبقى في حقوق انسان، مين اللي حماهم؟ ما هو طبيعه ديننا الرحمه. فما يمنعش ان انا ابقى عارف انه كافر لكن في نفس الوقت احسن اليه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد رتب اجر، والرحمون يرحمهم الرحمن، واتقوا دعوه المظلوم ولو كان كافرا، مش قايل ده كله صلى الله عليه وسلم؟ فاحنا ديننا يشمل كل الناس لانه رحمه للعالمين، وفي نفس الوقت ما يخليكش كمان تنطبع بكفر الناس، يبقى ليك شخصيتك، يبقى ليك شخصيتك وفي نفس الوقت رحمه. فهمتني ازاي؟ انما الوقت عايزين يخلوا المسلم مايع، ياخد لون كل حته يتحط فيها، وده خطا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا تكن اماعة، لا تكن اماعة يعني بلا شخصيه، اذا احسن الناس تحسن واذا اساءوا تسيء، ولكن اذا احسن الناس تحسن وان اساءوا فتجنبوا اساءته، يعني يقول لك شخصيتك. ادي النبي عايز امته تبقى بهذه الصوره صلى الله عليه وسلم. فعلشان كده جايب لك ايه مفاهيم المخالفه، قال لك اسلام المخالف ليه ايه؟ الكفر على طول، فهم؟ وعلشان كده بيقول لك مفاهيم الشروط، المفهوم اللي هو ايه يعني، يعني كلمه مفهوم يعني ايه؟ في حاجه اسمها منطوق وفي حاجه اسمها مفهوم. المنطوق هو معنى، المعنى المستمد من اللفظ، ده اسمه منطوق، كويس؟ طيب والمفهوم؟ المعنى المستمد من السكوت. يعني ايه؟ يعني لما اقول لك مثلا المسطره دي بجنيه، يبقى المنطوق ان تمنها جنيه، والمفهوم انها مش بدولار ولا باتنين جنيه ولا بخمسين قرش، مش كده برضو؟ والمفهوم كمان اللي انا ساكت عنه ان انا اشتريتها مش انا اللي صانعها، لان قلت لك بجنيه، لو كنت انا صانعها ما كنتش اقول لك بجنيه. فهمتني ازاي؟ وهكذا. يبقى كل ما تفهمه مع السكوت يسمى مفهوم. عشان كده الناس المصريين لما يلاقي واحد ما بيفهمش كده بالاشاره يقول انت ما عندكش مفهوميه، يعني وانا لازم اتلفظ؟ يبقى ايه؟ يبقى لما تفهم حاجه مع السكوت تسمى مفهوم. لما يقول شروط المعتكف الاسلام، لما قال الاسلام بين لي الشرط الاسلام بالمنطوق وبالمفهوم، عرفت انه ما ينفعش من غير المسلم، ده المفهوم بقى. فهمتني ازاي؟ وعشان كده بيقول لك هنا ايه تفريع على مفهوم مفاهيم الشرط الشروط، وقول كافر اي لعدم صحة نيته للعبادة، وقول ومجنون اي لعدم صحة نيته ايضا، وقول وحائض ونفساء وجنب اي لحرمة مكث كل منهم بالمسجد. طبعا كل واحد ليه علته، الكافر النية ما تنفعش منه، المجنون مش مؤهل للنية، طيب والحائض والنفساء والجنب لا يصح ان يمكث في المسجد، ومن شروط الاعتكاف المكث، يبقى لا يصح عشان ايه؟ حرمة مكثهم. قول ولو ارتد المعتكف او سكر بطل اعتكافه، اي اذا كان السكران معتديا بالسكر، انا كاتبها معتديا، هي حقها متعديا بس يبدو ان النسخه عندي كاتبها معتديا، وهي المعنى واحد، اصل اللغه العرب عندهم حاجه اسمها ايه البدل المكاني، وتلاقيها نفس المعنى، يقول لك يفحر ويحفر، الاثنين معنى واحد بس يبدل فيه قبل دي، مش بتحصل في لغه العرب كتير حاجات من دي. جذب وجبذ، جبذني جذبني،
برضو نفس الحكاية، هنا برضو معتدي متعدي، الاثنين بنفس المعنى. واحنا قايلين السكران المتعدي اللي هو متعمد عالم بالتحريم يعلم انه يشرب خمر، كويس، يبقى غير مكره وغير مضطر، وغير مكره وغير مضطر كمان. غير مضطر ليه؟ افرض وقف اتوسع في حلقه ما قدموش الا خمر يزقها بالخمر، خلاص مضطر، يبقى ده مش متعدي. وعشان هو عمره ما شرب الخمر فلما زقها بجرعه واحده سكر، لانه مخه بكر مش متعود على الخمر، اللي ما شربهاش ابدا يسكر من منظرها حتى. لكن في ناس المتعودين عليه يشرب نص ازازه وفين ولا كانه في حاجه، حسب التعود بقى. اي اذا كان السكران معتديا او متعديا بالسكر بخلاف ما اذا لم يكن معتديا به، يعني ناسيا او غير عالما، فلا يبطل به كالجنون والاغماء للعذر. الجنون والاغماء، يعني احنا قلنا ان المجنون ما ينفعش ينوي الاعتكاف وهو مجنون لانه مش قال ايه، لكن افرض انه نوى الاعتكاف وهو عاقل وفي اثناء الاعتكاف جن، صح اعتكاف يستمر. افرض اتجنن له 3 4 ساعات 6 ساعات وبعدين جابوا له الدواء هدي ورجع تاني عقل، اعتكافه مستمر كانه نامل حبه دول، كانه نامل شويه دي. كويس. طيب كذلك المغمى عليه، اغمى عليه وهو معتكف، ما ينفعش يبدا اعتكافه مغمى عليه لانه مش متيقظ مش مؤهل للنيه، لكن افرض اغمى عليه بعد ما اعتكف في اثناء اعتكافه لا ينقطع اعتكافه. كذلك السكران الايه الغير متعدي قياسا على المغمى عليه وعلى المجنون لا يبطل اعتكافه. كويس. وكما يبطل بالردة والسكر مع التعدي يبطل بحيض ونفاس تخلو عنهما المدة غالبا بأن تكون 15 يوما فأقل في الحيض وتسعة أشهر فأقل في النفاس، بخلاف حيض ونفاس لا تخلو عنهما المدة غالبا بأن تكون أكثر من 15 يوما في الحيض وأكثر من 9 أشهر في النفاس. فهمت حاجة؟ طيب نشرح لك بقى الحتة دي لأن دي غلبتني على ما فهمت تصورها أصلا. أنت ممكن تبقى فهمها لكن العبارة ملتبسة، هو كتبها بعبارة ملتبسة، لكن لما تفك العبارة بقى شوف افهم معايا. يبطل بحيض ونفاس تخلو عنهما المدة غالبا بأن تكون 15 يوما فأقل في الحيض، يعني أنا الوقت لو امرأة من طبيعة المرأة أن تحيض، كويس، فنوت أن تعتكف 5 أيام، الخمسة أيام دي واخد بالك غالبا ممكن تحصلهم وهي طاهر، مستحيل يجي لها حيض في 5 أيام، صح؟ يبقى دي تخلو عنهما المدة غالبا، فراحت هي منشنة الخمس أيام بتاعتها حطيتها في فترة احتمال يجي لها الحيض فيها، فجالها الحيض يبطل لأن هي قصرت. فهمت؟ فهمت الكلام؟ يعني غالبا لا تخلو الخمسة من اللي هي مدة الاعتكاف تخلو عن الحيض غالبا، المدة هنا تعود على الاعتكاف تخلو عن الحيض غالبا، واحنا عندنا اقصى مدة حيض ايه في المرأة؟ 15 يوم. يبقى لما تخلو عنها مدة الحيض غالبا تبقى ايه؟ يعني معناها 15 يوما ايه؟ فأكثر، اللي هي أقل مدة طهر، أقل مدة طهر 15 يوما ولا حد لأكثرها. ممكن الواحد تحيض مرة في السنة، في ستات نادرين صحيح بس تحصل، مش كده برضو؟ يبقى طالما عايزة تعتكف مدة وتكون هذه المدة غالبا ما بيبقاش فيها حيض كأن تكون 15 يوما فأقل، اللي هي أقل الطهر 15 يوما، مش كده برضو؟ لكن لو نوت تعتكف شهرا يبقى دي لا تخلو عن الحيض غالبا، دي بيبقى فيها، مش كده برضو؟ لازم هيجي لها حيض في الايه؟ لو نوت اعتكاف شهر. يبقى لو نوت اعتكاف شهر وجالها الحيض بغتها لا يبطل اعتكافها لكن ينقطع، تروح بيتها تقعد فيه وتنوي العود. فهمت بقى الفرق؟ فهمت الفرق؟ نيجي بقى في الحيض حليناها،
امتى يبطل امتى ينقطع؟ طيب النفاس بقى غالب الحمل 9 أشهر، اقل حمل عند الشافعية 6 أشهر، وغالب الحمل 9 أشهر، واقصى مدة للحمل عند الشافعية 4 سنوات، والقانون المصري خدها سنة، خلاها سنة حسب القانون المصري، واخد بالك؟ على اساس خد رأي الفقهاء الاطباء في العصر الحديث، قالوا لا احنا ما سمعناش ان في امرأة ولدت بعد 4 سنين، دي ما سمعناش عنها ولا توجد في اي دورية طبية سجلت في العالم كله. فالقانون المصري اخذ برأي الاطباء في هذه المسألة وخد ان اقصى مدة حمل سنة، فما تيجي واحدة بعد اكتر من سنة تقدم طلب ان الواد ده ابن جوزها اللي مات، ما يقبلهاش القاضي عشان عايزة تدخل في الارث، ما بتحصل قضايا. لكن لو قدمتها في خلال سنة من وفاته وكانت زوجته يدخله في اعلام الوراثة، واضح؟ فهمت بقى؟ لكن على لو كان قاضي شافعي 4 سنين، لو قاضي شافعي بقى ياخد 4 سنين. ليه؟ لان وقع الامام الشافعي قاعد يسأل في عصوره فبيقول احنا سمعنا في النادر ان في بعض الناس ولدوا بعد 4 سنوات من حمل امهم فيه، منهم الامام مالك صاحب المذهب المشهور، كويس، لدرجة نزل بسنان، بس نادر، احنا ما تسجلتش عندنا. فخد بالك حاليا في الطب الحديث لما بدأوا يسجلوا من 1700 ميلادية الى الان ما سمعناش، على مدى 300-400 سنة اهو ما سمعناش الحاجات دي، لكن ايام الامام الشافعي سمعوها. ويعني لو جت في يوم من الايام وجابوا لك واحده في المكسيك ولا في اي حته في الحته البعيده دي وطلعت مثلا ولدت بعد 4 سنين، هيسجلوا، ويبقى ساعتها القانون المشرع المصري عليه انه يراجع نفسه مره اخرى. فهمتني ازاي؟ لكن على اي حال هنا غالب مده الحمل ايه؟ 9 أشهر، ده غالب مده الحمل. يبقى هي لو نوت الاعتكاف اقل من 9 أشهر يبقى احتمال انها يجي لها نفاس فيها عالي، مش كده برضو؟ مش كده برضو؟ اقل من 9 أشهر، يبقى في الحالة دي المفروض انها لو طرأ عليها الولادة في الاعتكاف اللي نوى اقل من 9 أشهر يبقى يبطل الاعتكاف. طيب لو ناوية تعتكف اكثر من 9 أشهر، في واحدة ناوية تعتكف سنة مثلا أكثر من 9 شهور، فطرأ عليها النفاس لا يبطل الاعتكاف لكن إيه؟ ينقطع بس. فهمت الفرق بقى؟ فهمت الفرق؟ نقرأ تاني كلام الشيخ بقى علشان لما هتقرأ كلام الشيخ هتفهم. فبيقول هنا إيه؟ يبطل بحيض ونفاس تخلو عنهما المدة غالبا. يبطل بحيض ونفاس تخلو عنهما المدة غالبا بأن تكون 15 يوما فأقل، كويس، في الحيض تخلو عنهما المدة، يعني مدة الاعتكاف اللي قالتها بتخلو عن الحيض أو النفاس غالبا، فجالها الحيض، يبقى هي تبطل. ليه؟ لأنها قصرت، كانت تختار مدة طهر صافية لأنها دي مدة قصيرة، ده 15 يوم يعني أسبوعين فأقل، فما تختاريش بقى أسبوعين فأقل وانت حامل فيطرأ عليك الولادة أو السقط تقومي تخش في نفاس، أو يطرأ أو تيجي في آخر طهرك وفاضل 3-4 أيام على الحيض وتنوي اعتكاف 5 أيام، طب ما هيطرأ عليك الحيض غالبا. فهمتني ازاي؟ يبقى انت كده مقصرة، يبقى تبطل، استنى ما تطهري وبدأي اعتكافك في بداية طهرك علشان تاخدي مدتك على بعضها. فهمت بقى ازاي؟ فهمت المسألة؟ سهلة، بس ايه هو عبرته ملتبس، لكن انت لو فهمتها تلاقيها سهل. يبطل بحيض ونفاس تخلو عنهما المدة غالبا، اللي المدة تكتب فيها اي مدة الاعتكاف، بان تكون 15 يوما فاقل في الحيض، لان اقصى مدة حيض 15 يوم، فهمت، واقصى مدة طهر واقل مدة طهر 15 يوم، وتسعة اشهر فاقل في النفاس، لان غالب الحمل 9 أشهر، وقد تسقط قبلها او تولد قبلها ولادة مبكرة او تسقط قبل 6 شهور فتبقى منافسة برضه، فهمت، فتسعة اشهر فاقل،
لان ممكن تبقى حامل وفي شهرين تسقط، واذا سقطت يبقى ايه؟ يجي لها نفاس السقط برضه، ما اسمه نفاس، واخد بالك؟ وممكن تولد في سن عند 6 اشهر ويجي عيل يوقوى، بس يحطوه في الحضانه شويه قد يعيش وقد يموت. تيجي في 6 7 شهور تولد ممكن وتخش في النفاس، فاهم؟ يبقى 9 اشهر فاقل في احتمال ان يحصل في الفتره دي ولاده. طالما في احتمال تحصل في الفتره دي ولاده يبقى هنا يبطل اعتكافها، لان هي نوت اعتكاف بيحصل فيه نفاس في الغالب، واخد بالك ازاي؟ وقصرت انها ما تحرتش بعد ما تولد انها تبدا، وبعد ما تطهر تبدا. فهمت بقى؟ اصلا ما نقول لك يبطل، يبطل يعني ايه؟ يعني معناها تعيد من اول وجديد، تستأنف المدة من اول وجديد. يعني افرض هي كانت ناوية تعتكف مثلا 10 اشهر، فراحت معتكفة 6 اشهر ووضعت، بطل اعتكافها، وعليها بعد ما يجي لها النفاس تستنى اما تحمل حمل جديد تاني او تطهر او تنقطع حدها تماما، وبعدين تستأنف من اول وجديد عشان تجيب 10 شهور، والستة اللي فاتوا دول راحوا عليه، راحوا عليها في العد مش راحوا عليها في الثواب. هي تاخد ثواب الست شهور، لكن ايه؟ لكن هي كانت ناوية تعتكف عدد معين من الاشهر وشرطت فيه التوالي الموالاة، يبقى في الحالة دي يبطل اللي فات وعليها الاستئناف. كل دي في النذر. خلاص يبطل اعتكافها في اليوم ده، الباقي لا، خلاص اللي فات لا، الا ان كانت نذرة انها يبقوا 10 ايام يبقى عليها تستأنفه من اول وجديد، ان نظرت الموالاة ان يبقوا متواليين فتتحرى بقى 10 ايام، تبقى طهرة صافية تجيبهم على بعض. واضح فهمت القصة بقى؟ طيب. واكثر من 9 اشهر في النفاس وبالخروج، بخلاف حيض ونفاس لا تخلو عنهما المدة غالبا بان تكون اكثر من 15 يوما في الحيض واكثر من 9 اشهر في النفاس وبالخروج. يعني لو كانت ناوية تعتكف اكتر من 15 يوم يبقى ينقطع ولا يبطل، عايزة تعتكف اقل من 15 يوم وفاجئها الحيض يبقى يبطل ولا ينقطع، يبقى عليها تستأنف. سهلة. وبالخروج من المسجد بغير عذر برضو يبطل، لو خرج من المسجد بغير عذر او لإقامة نحو حد ثبت بإقراره لا ببينة. قد يثبت الحد بالإقرار أو بالبينة، يعني هو اعترف أنه سرق فخرج عشان يقطعوا إيده وكان معتكف، مؤصل بعد ما سرق تاب ونوى الاعتكاف عشان يبعد شره عن الناس، فهو قاعد معتكف، الراجل بلغ عن السرقة فبحثوا عنها، واخد بالك؟ وقالوا نادوا في الشوارع اللي سرق فلان، هو ضميره مأنبه عايز يعترف عشان تاب خلاص، فاعترف هو في المسجد انه هو اللي سرق، يوم له ان يخرج لإقامة الحد، واخد بالك ازاي؟ يقطعوا ايده ويرجع تاني ايه؟ يكمل اعتكافه. كويس؟ لكن مش ببينه، يعني مش بشهادة شهود. لو خرج بشهادة شهود، واخد بالك؟ يبقى هنا يبطل اعتكافه. وعشان كده بيقول لك ايه؟ بغير عذر او لإقامة حد نحو ثبت بإقراره لا ببينة، لانه لو ثبت بإقراره يبقى خرج بنفسه يبقى بطل اعتكافه، لكن اللي بغير اللي ببينة يبقى خرج قهرا عنه فلا يبطل، القاضي هيقبض عليه بشهادة الشهود. فهمت؟ لا، ما هو هنا خرج اساسا مش مكره، ده خرج هنا عشان يقيموا عليه حد. وببينة. لا، ما هو بحكم القاضي، القاضي امره واجابة القاضي واجبة، واخد بقى؟ فبقى ملزم بامر القاضي. او لاستيفاء حق تعدي بالمطل فيه على ما سيأتي في قوله، ولا او مثلا هو هربان من الديانة فاعتكف لانه عليه ديانة كتير، فجوم الديانة راحوا للقاضي قالوا له ده معتكف في مسجد سيدنا الحسين والراجل مش عايز يدينا حقنا، ف
فيروح القاضي يجيبه من قفاه، يعمل ايه؟ ادي لناس حقوق، لانه هنا مماطل فيبطل اعتكافه برضه، لانه ده بيعتكف عشان يهرب، ده بيعتكف بيتخذ العبادة وسيلة للهروب من حقوق الأدميين، مش كده برضو؟ فطالما استغل العبادة وسيلة للخروج، الاعتكاف ده حق بينه وبين ربنا، وحقوق الأدميين مقدمة. ليه؟ لأن الأدمي حقوقه مبناها المشاحة، وحقوق الله مبناها العفو والمسامحة، لأن ربنا لطيف بعباد ورحيم، إنما العباد مع بعض عايزين يقطعوا بعض، كل واحد شحيح. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فيبقى أما يجي يهرب بعبادة بينه وبين ربك الاعتكاف من حقوق الأدميين، فنقول له لا، اعتكافك يبطل، تعالى يا عم ادي للناس حقوقهم. فهمت بقى الحكاية؟ بالمطل فيه على ما سيأتي، بالمماطلة يعني في قوله ولا يخرج من الاعتكاف إلى آخره، وبالجنابة المفطرة برضو كما سيأتي، يبطل الاعتكاف بالجنابة المفطرة اللي هي بجماع يعني، كما سيأتي في قوله ويبطل الاعتكاف بالوطئ إلى آخره، بخلاف الجنابة غير المفطرة، كما لو وطئ ناسيا أو مكرها أو جاهلا معذورا أو كانت باحتلام ونحوه إن بادر بطهره. طب إن لم يبادر بطهره بعد ما احتلم بطل اعتكاف، يعني قاعد برضو بلط في الخط وقاعد في الجامع، يبقى برضو ايه؟ بطل اعتكاف. لكن لو احتلم واول ما قام خلاص طلع على طول خرج ليغتسل، يبقى لا يبطل اعتكاف. كما يؤخذ من المنهج وشرح قول ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور، اي ولا يخرج المعتكف من المسجد في الاعتكاف المنذور، والكلام مفروض في المنظور المقيد بالمدة المتتابعة. كل ده مفهوم منه انه بيتكلم على المنظور المقيد بالمدة المتتابعة، كويس؟ لانه هو الذي لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد فيه الا لما سيذكره من الاعذار، بخلاف المطلق والمقيد بمدة من غير تتابع. لان انا عندي 3 انواع من الاعتكاف المنظور، ان انا اقول نويت الاعتكاف مطلقا ما اقولش مدة، فاذا نويت الاعتكاف مطلقا وما قلتش مدة يبقى يجب ان انا اجيبه يوم وليلة واصومه وكفاية يوم وليلة، خروجا من خلاف من لا يجيز الاعتكاف لحظة زي الشافعي. والصوم في الاعتكاف المنظور خروجا من خلاف المذاهب الاخرى التي تشترط الصوم لصحة الاعتكاف، كويس؟ فلو قال نويت الاعتكاف مطلقا ما حددتش مدة، نقول له وفيه بيوم وليلة وصوم اليوم ده واخرج من ايه؟ من نذرك، كويس؟ او يحدده مدة مقيدة، مدة يعني مقيدة لكن مش متتالية، لله علي ان اعتكف 4 ايام، ما قالش متتالية، ممكن يجيب يوم ويروح يستريح اسبوع ويجي كمان يوم ويعمله في شهر، الاربع ايام يجيبهم في شهر براحته، لانه ما قالش التتابع. وفي النوع الثالث انه لله علي ان اعتكف اسبوع لا اخرج من المسجد متتالي، يبقى ده النوع ايه اللي احنا بنتكلم عليه، اللي امتى يبطل وامتى ما يبطلش، ويبقى مقيد نفسه علشان يوفي نذره. فهمتني؟ بخلاف المطلق والمقيد بمدة من غير تتابع، فإنه يجوز له الخروج منه فيهما ولو لغير عذر، لكن ينقطع اعتكافه ويجدد النية عند عوده وما يبطلش. يبقى في فرق بين أنه يبطل يعني يبطل التتابع، وينقطع يعني له أن ينوي مرة أخرى ويبني على ما فات. فهمت الفرق؟ ولا ينقطع برضو يعني معناه انه مستمر في اعتكافه وخارج المسجد، للي هو خارج بعذر وناوي العود، او اصابها الحيض في مدة لا يخلو الحيض عنها غالبا، ففجاء الحيض، كان نظرت ان تعتكف شهرين، واخد بالك، شهرين، ففجاء الحيض، لابد في الشهرين دول جه لها حيض، ففجاء الحيض، فلابد انها تخرج، وده عذر يخرجها، لكن اعتكافها متصل، واول ما تطهر ترجع تاني ويبقى اعتكافها مستمر. يبقى عندنا ايه؟ الاعتكاف مستمر، واعتكاف مقاطع، واعتكاف باطل.
فهمت؟ كل واحدة بتتكلم من جهة. بخلاف المطلق والمقيد بمدة من غير تتابع فإنه يجوز له الخروج منه فيهما ولو لغير عذر، لكن ينقطع اعتكافه، ما قالش يبطل اهو، ينقطع اعتكافه ويجدد النية عند عوده إلا إذا عزم على العود فيهما. فيهما اللي هو المطلق والمقيد، ده اعتكاف المطلق والاعتكاف المقيد. أو كان خروجه للتبرز في الثاني ولم ينوي العودة، لأن لو خرج للتبرز لا يشترط نية العودة، لأنه ده ضروري للإنسان، مش محتاج أنه هو ينوي العودة، لأن ده شيء طبيعي. أو خروجه للتبرز في الثاني اللي هو المقيد يعني بمدة من غير التتابع كما مر. ولذلك نظروا في قول الشيخ الخطيب بعد قول المصنف ولا يخرج من الاعتكاف المنذور ولو غير مقيد بمدة ولا تتابع، فهذه الغاية فيها نظر. ولو غير مقيد بمدة ولا تتابع، ولو غير مقيد بيقول لك فهذه الغاية، واخد بالك، فيها نظر. وكان الأولى أن يقول ولا يخرج من الاعتكاف المنذور المقيد بالمدة والتتابع، وأجيب بأنه فهم أن المراد ولا يخرج من الاعتكاف مع بقائه على الاعتكاف، لأنه ينقطع بخروجه على التفصيل المار إلا للأعذار الآتية وإلا قعد الأول. واضح؟ يعني هو بيتكلم الشيخ الخطيب على نوع معين، مش بيتكلم على كل الأنواع، فكانت عبارته مش إيه، مش ما تشملش كل الأنواع. قوله والأقعد الأول، والأقعد يعني الأقعد الأول اللي هو إيه، اللي هو اللفظ اللي قاله هنا الشيخ إبراهيم البيجوري. قوله إلا لحاجة الإنسان، أي فيخرج المعتكف لها ولا يكلف في خروجه لها الإسراع. مش نقول له بقى هو خارج يتبرز أو يتبول بسرعة يوم يجري، أبدا، امشي راحتك. ولا يكلف في خروجه لها الإسراع، بل يمشي على سجيته وطبيعته. وله في خروجه لقضاء حاجاته في سكته كده وماشي، يعرف ان جاره ده مريض يرجع يروح يعوده عيادة مريض، وزيارة قادم، او يقولوا له فلان جام الحج يعدي عليه يزوره، وصلاة جنازة، كل ده بس يبقى في طريقه، ما يغيرش طريقه. لو غير طريقه يبقى انقطع، لازم الحاجات دي تبقى في طريقه. واضح؟ وان تعدد كل منها، يعني زار أكثر من مريض، صلى على أكثر من جنازة، ما لم يعدل عن طريقه في الكل. ليه؟ لأنه هو ماشي في وجهته أنه خارج لقضاء حاجة الإنسان، ففي سكته لا الحاجات دي. إنما لو عدل عن طريقه لقضاء حاجته يبقى إيه؟ اختلت النية فينقطع. فهمت بقى؟ ما لم يعدل عن طريقه في الكل، ولم يطل وقوفه في الأولين اللي هو زيارة قادم أو إيه، أو عيادة مريض الأولين، يعني ما يروحش بقى يزور مريض يبلط عنده يقعد عنده ساعة واتنين، أو زيارة قادم يقول له استنى ده هو لسه في المطار هو جاي بس واقف في الإشارة، ما ينفعش، ما يطولش إيه يعني انتظاره، يا يعني إما يلاقيه في سكته بسرعة يسلم عليه وتنه ماشي، إنما ما يطولش قيامه عنده ولا انتظار. ولم ينتظرها في الأخيرة اللي هي صلاة الجنازة، قالوا له انا بيطلع في الروح اصبر شويه عشان اول ما يطلع في الروح تصلي عليه معانا، ما ينفعش يستناه هو لسه بيطلع في الروح، طب ممكن تطول، او يقول له هو خلاص طلع في الروح الحمد لله بس مستنين الراجل المغسل يجي اقعد معانا شويه، ما ينفعش لانه ده معتكف. لكن افرض هو خارج في سكته لقاهم مجهزين وخارجين خلاص هيصلوا، يصلي مش هينتظر هنا. فهمت بقى؟ فان عدل عن طريقه في الكل أو طال وقوفه في الأولين اللي هي عيادة المريض وزيارة قادم، أو انتظرها في الأخيرة اللي هي الجنازة، ضر. وإذا فرغ من قضاء حاجته فله أن يتوضأ خارج المسجد، وإن كان لا يجوز الخروج له استقلالا مع إمكانه في المسجد. افرض انتقد وضوءه في المسجد بخروج ريح مثلا، والمسجد فيه حنفية يتوضى فيها، لا يجوز خروجه من أجل الوضوء لأنه المسجد موجود فيه حاجة سهلة. لكن لو كان محتاج التبرز وما يستريحش في الميضة بتاع المسجد عشان مثلا إيه الكابيني بلدي وهو مثلا ركبه بتوجعه عايز كابيني أفرنجي، أو إنه هو ما يستريحش إلا في كابيني معين بصورة معينة،
يبقى خلاص ساعتها لو انتقد وضوءه خارج لحاجة الإنسان فلو أن يتوضأ خارج المسجد مع إمكانه في المسجد. فهمت الصورتين مختلفتين إزاي؟ لكن لو انتقد وضوءه بغير تبرز كخروج ريح وهو في المسجد وفي إمكانية يتوضأ في المسجد يبقى إيه؟ ما يخرجش للوضوء بس لوحده، واضح؟ لكن ممكن يخرج للوضوء خارج المسجد لما يكون ملحق بخروج في عذر لتبرز أو لقضاء حاجة الإنسان، حيث أن ميضاءة المسجد مثلا لا تريح ما يستريحش فيه، أو عدد المعتكفين كتير وبيقفوا طوابير وهو ما يقدرش يستنى، أي سبب من الأسباب دي. أو ميضاءة المسجد مثلا ما فيهاش مية سخن وبارد وهو ما يستحملش يتوضى بمية باردة، كل دي يراعيها الشرع، الحاجات دي كلها يراعيها الشرع لأن ربنا رحيم بعباد لطيف. في ناس ما تستحملش المية الساقعة خلاص ما يجراش حاجة، يبقى يعني يخرج عن عبادته؟ لا، اتعب، هو ربنا عمل مية دافية ليه علشان الناس اللي ما تستحملش المية الساقعة، وعمل مية ساقعة ليه عشان الناس اللي بتحب المية الساقعة، وعمل مية سخنة ليه عشان اللي عايز مية، وهكذا عمل كل حاجة، غير لك كل حاجة ليه؟ علشان العباد متلونين، محدش يبقى ليه حجة. فله أن يتوضأ خارج المسجد وإن كان لا يجوز الخروج له استقلالا مع إمكانه في المسجد، لأنه يقع هنا تبعا، الوضوء هناك بيقع تبع لإيه؟ للتبرز. لكن هنا لما هيتوضأ خارج المسجد وهو ما عملش حاجة من دي وفي إمكانية في المسجد، يبقى مش تابع لحاجة، ده تابع للخروج بغير عذر، يبقى ينقطع. فهمت؟ ولا يجب قضاء حاجة. كل التفاصيل دي هل النبي قالها؟ أصل في ناس يقول لك يعني احنا عايزين نتبع بقى النبي، ايه التفاصيل اللي بيقول؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قلئتم مما أمرتكم ما استطعتم. فهو هنا الفقيه بيحكي لك معنى كلام النبي قلئتم مما أمرتكم ما استطعتم، بيحولها لك إلى حياة، بيحولك هذا الأمر إلى حياة بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول القاعدة العامة، يجي الفقيه يحولها إلى تفاصيل حياتية تقوم ايه؟ تبقى مسائل تقابلك في حياتك. ادي فايدة الفقيه. فكل كلامه ده مندرج تحت كلمة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومندرج تحت آية واحدة، واتقوا الله ما استطعت. فكل ده داخل في الاستطاعة، انما مش الحكاية تبقى مهلهلة وتقول يا عم ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال التفاصيل دي كلها. ما هو ما قالش التفاصيل دي كلها، لكن حياتك مليانة تفاصيل. فهمت؟ فلازم تفهم، لان في ناس ايه ما ترضاش تقرا في الكتب دي، يقول لك احنا عايزين ناخد كلام النبي حلو كده. ما هو حلو كده لان انت ما فهمتوش بعمق. الفقيه بيفهمه بعمق ولو انهم ايه؟ واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذعوا ولو ردوه الى الرسول واولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى لازم ترجع للي يستنبطون. مش كل الناس عندها قدرة على الاستنباط، مش كل الناس عندها قدرة على النظرة الدقيقة. يبقى اللي ما عندوش هذه القدرة على النظرة الدقيقة، ربنا خلق له ناس عندهم قدرة على النظرة الدقيقة ياخدوا بإيديه إليه. فهمت؟ إنما أنت تكفر بمدارس المسلمين الفقهية على مر العصور وهذه العقول الجبارة اللي حولت كلام النبي إلى حياة وأنفاس تتحرك على الأرض، تقول لي لا إحنا عايزين نرجع بدو تاني، تاخد لي من الحديث مباشرة وهتاخده بأي عقل وبأي فهم وبأي عمق؟ لا يوجد عقل ولا فهم ولا عمق، ضحالة في ضحالة في ضحالة، فيضيع كل حاجة. فلازم نرجع تاني إزاي الأمة خدت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفكرت فيه من جميع الوجوه ومن جميع الأعماق وحولته إلى حياة وتفاصيل. كل ده بقوله لك ليه؟ علشان أنا عارف أن الشيطان قال بعضكم قال يا أخي الكلام اللي قاعد بيقوله ده بس، وربنا سبحانه وتعالى بيقول العاكفين والقائمين والركع السجود، ما قالش الحاجات دي كلها. الشيطان قال بعضكم أنا عارف، لكن أنا أعيد له بالمرصاد. ولا يجب قضاء حاجتي في غير داري. احنا قلنا يجب يتوضى في المسجد طالما المسجد فيه وضوء، الا لو كان الوضوء تبع لخروج في عذر، كويس؟ طيب، لكن افرض المسجد بقى فيه كمان مكان يتبرز فيه، له ان يخرج. ليه؟ لان قد يكون غير مريح له. ده في ناس ما يعرفش يتبول لو في صوت بره، طبيعته كده. لو في حد احنا بنشوف مرضى كده نيجي نقول له تبول، مش عارف يتبول. ليه؟ لانه قاعد في عنبر حواليه مرضى كتير، فيبقى العنبر حواليه مرضى كتير ومش قادر يعني ريلاكس عشان يبقى طبيعته كده. في واحد تاني يتبول ان شاء الله في الاتوبيس، ما يهموش. طبائع تختلف، طبائع الناس تختلف اختلاف كبير. واحد تاني لو غير دورة المية بتاعته يجيله امساك،
ويجي له بواسير وينزف ويخش في موال. واحد تاني واخد بالك ما يهموش يتبرز في اي حتة ان شاء الله في ميدان العتبة. انواع كتيرة فكل واحد. فعلشان كده الاحكام الشرعية بتشمل كل الناس بكل ايه احوالها. وديننا حلاوته في كده ان هو ديننا يسع الناس كلها. مش دين عايز واحد بس معين كده يعني كربون. في شوية عيال شباب كده متحمسين عايزين الدين كل المسلمين يبقوا كربون من بعض. ما ينفعش. ده كل انسان ده كون منفصل. كون منفصل. تجلي مختلف عن تجلي الاخر. تجليات اسمائية مختلفة تماما. ظهور جديد. لدرجة ان هو الفرد. كل واحد في نفسه هو الفرد الانسان. ففي الاخر تجد ايه؟ تجد الوحدة في الكسرة. تجد البشر كتير لكن كل واحد فيه انفراد. فهو الوحدة في الكسرة. فهمت بقى الحكاية؟ وعلشان كده هو يراعي هذه الأحكام. تلاقي تراعي إيه؟ تراعي واحدية الناس في كسرتها. فتقوم تتكسر الأحكام بتكسر الأعيان وفي نفس الوقت متحدة في طاعة الله. فتحكم الحكاية كلها وتنضبط. إنما يجي يحكم على الناس من خلال ملكات نفسه هو، من خلال قدرته هو، من خلال صحته هو بس، من خلال فهمه هو بس، لا. يبقى ده هو ده الجهل بعينه اللي سموا نفسهم سلفية الوقت. عايزين يخلوا الناس كلهم كده رأي واحد. ما ينفعش. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الله ده مراد ربنا يخلقهم كده عشان يبقى فيها الواحدية مع الأحدية في آن واحد عاملة. مش هو الواحد الأحد. فما يخلق المخلوق الواحد برضه والأحد اللي هو لا يتكرر ولا يتجزأ. ما فيش إنسان مكرر من إنسان. بتجلي الأحدية. ولكن الإنسان منسوب لغيره بتجلي الواحدية. فالتجليات كلها قائمة في وقت واحد في آن واحد. وهذا كله حتى في التصرفات في الملكات في الكيان النفسي في التكوين والعبرة والنظرة. فكل إنسان كائن منفصل ماشي كده. وكأن في الآخر لا يوجد إلا في الأكوان إلا خالق واحد ومخلوق واحد. خالق ومخلوق واحد وإن تعددوا. وكلهم آتيه يوم القيامة إيه؟ فردا. يا افهم عمق الآيات. كل ده تفهمه من الأحكام الكتيرة دي. أحكام كتيرة ليه؟ لأن الناس مش صور كربون. الأحكام بتكتر في المسألة الواحدة والتفاصيل تكتر في الصورة الواحدة لأن الناس مش كربون. ده الأب الواحد يخلف 10 أولاد كل ولد من ولاده وهم جايين من ماء واحد ومن أم واحدة وأب واحد. شخصية مستقلة. دولة منفصلة. صح؟ مش ده اللي حاصل؟ يبقى هنا تشوف بقى إيه بيقولك إيه. ولا يجب قضاء حاجتي في غير داره كميضاءة المسجد ودار صديقه المجاورة له كمان. افرض واحد صديقه قال له انا عندي بيت ومقفول وشقه حلوه جنب الجامع اللي انت معتكف فيه، ادي مفتاحها بدل ما تتكلف وبيتك في اخر الشارع اهو. انا عارف انك انت بتستريح في ايه، في دورات ميه معينه، انا زي المواصفات، خد مفتاحه. يقول لك لا يجب في حقي انه ياخد المفتاح ده. ليه؟ عشان هتبقى منا بقى عليه. مش فهمتني ازاي؟ يجي في يوم من الايام يقول له يا اخي ده انا اديت لك، ما بيتمرش فيك يا اخي، ده انا اديتك المفتاح ايام ما كنت معتكف من 10 سنين، وبعد كله تعض الايد اللي يمن عليه بقى. وربنا عايزك تبقى عزيز. عايزك تبقى عزيز، ما حدش اللي بقى يد عليك الا ربك. لو حبيت انت تاخدها خلاص اتنازل، انت حر. لكن ما حبيتش لا يوجب عليك الشرع. لا يجب عليك الشرع بالرغم ان الفرصة تحدد. علشان كده حتى يقول لك لو احنا قرينا الكلام ده في باب التيمم، قال لك لو اعاره الماء في حال فقده لا يجوز له التيمم. لو اعاره. طب ولو وهبه لا يجب عليه ان يقبله. ايه الفرق؟ قال لان الاعارة هتردها، ترد، واخد بالك؟ لكن الهبة فيها منة. فهمتني ازاي؟ ففي الحالة دي انت لك ان ترفض الهبة وتتيمم وهو بيدي لك جردة للمية. يقول لك خد ده اتوضى. تقول له تدوني بكام؟
يقول لك لوجه الله، يقول له متشكر، تتيمم وتقوم تصلي مع ان المايه موجوده، لانه اراد ان يهبه لك، والهبه فيها منا، وانت لا تريد ان يكون لاحد من الخلق منا عليك الا ربك، فهمت؟ فربنا عايز كمان يعلي همتك. لكن لو قال لك خد الجردل ده يا سيدي ومثلا بعشرة جنيه، تقول له بس انا معيش العشرة جنيه دلوقتي، هاخده هبقى اديها لك بعد اسبوع، ما يجراش حاجه، خده. ويبقى ساعتها لو تيممت تبقى باطل، لانك بتتيمم في وجود الماء. فهمتني بقى الفرق؟ نفس الحكايه هنا، نفس الحكايه. فتلاقي القواعد كلها في الابواب كلها نفس الحكايه. هنا بيقول ايه؟ ولا يجب قضاء حاجتي في غير داره كميضاءة المسجد ودار صديقه المجاورة له إن كان يحتشم ذلك، للمشقة في الأولى اللي هي ميضاءة المسجد، والمنة في الثانية اللي هي بتاع صديقه، فهمت؟ بل يذهب إلى داره التي لم يفحش بعدها عن المسجد. يختار بقى الدار بتاعته اللي هي قريبة المسجد، مش يختار دار على ما يروح بعد صلاة الظهر يرجع بعد صلاة العشاء، او على ما يروح يقضي حاجته، على ما يوصل المسجد يتزنق تاني عايز يرجع تاني، ما ينفعش. فهمت ازاي؟ يعني الحكاية برضو ايه، التفاصيل دي كلها قالها النبي؟ لا، ما قالهاش النبي، لكن قالها عموما ان يبقى ليك عقل تنفذ الاحكام وتتقي الله وما تتعربش منها. دخل في ايه؟ في تحت ايه؟ تحت مظلة توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده لما بتقعد تقرا انت التفاصيل دي كلها بينبني عندك ورع، بينبني عندك مراقبه لله عز وجل في احوالك، في عبادتك، تقوم تصيغ بقى شخصيه المسلم بينه وبين ربه في التعاملات المختلفه، ازاي؟ امتى ياخد وامتى يعطي، وامتى لا يمنع، وامتى يعني يقبل، وامتى يدبر، وهكذا. تعمل بقى شخصيه المسلم. التي لم يفحش بعدها عن المسجد اذا لم يكن له دار اخرى اقرب منها، فان كان له دار اخرى اقرب منها لم يذهب الى تلك الدار لاغتنائه بالأقرب منها، أما التي فحش بعدها فليس له الذهاب إليها إلا إذا لم يجد بطريقه مكانا لائقا به لاحتمال أن يأتيه البول في رجوعه، يعني يتزنق تاني فيذهب، وهكذا فيبقى طول يومه في الذهاب والرجوع. وضبط البغوي الفحش بأن يذهب أكثر الوقت في الذهاب إلى الدار، إيه عايزين يضبطوا بقى إيه المكان، البعد الفاحش، المدة إيه؟ فالإمام البغوي قال لك لو خدت أكثر من نص الوقت، تلتين الوقت، تلت الوقت، يبقى ده فحش، انما هتاخد لها حاجه بسيطه، ربع الوقت، خمس الوقت، ما يجراش حاجه. بان يذهب اكثر الوقت في الذهاب الى الدار كان يكون وقت الاعتكاف يوما، فيذهب ثلثا ويبقى ثلث. يعني هو مثلا اليوم ده 24 ساعه، هو بيتبول في ال 24 ساعه دي مثلا ست مرات، وكل ما يتبول يروح بيته، لما بيروح بيته ويرجع بيحتاج له ساعة رايح وساعة راجع، يبقى ساعتين في ستة 12 ساعة، كده هياخد له نص اليوم، واخد بالك؟ طب افرض بيبول تسع مرات، يبقى 18 ساعة. لا ده كتير قوي، ده كأنه اعتكف في الشارع بقى رايح جاي. يبقى في الحالة دي لا بلاش بقى، يبقى ما تعتكفش بقى، ما تقعد في بيتك يا أخي جنب دورة المية واخلص، لازم تخش في عبادة أنت مش قدها. يعني شوف بقى، يعني كأنه بيرده ايه؟ انك تكلف من الاعمال ما تطيق. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له اكلفوا من الاعمال ما تطيقون. شوف الجمال، طالما انت كده هترهق نفسك، وربنا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، ما تعذبش نفسك. هو انت لازم تعتكف، تفضل رايح جاي طول النهار لما علشان ما بتستحملش تتبول في المسجد. خلاص يا اخي اعمل لك عبادات اخرى غير الاعتكاف، عندك صله الارحام، عندك التصدق، عندك تصوم وانت في بيتك، تقرا قران، تحسن لجارك، تربي أولادك، حاجات كتير، عبادات كتير، مش كده برضو؟ فأدي المعاني دي كلها بتستشفها وانت قاعد تقرأ الحاجات دي، تقوم ايه؟ تصيغ شخصية المسلم وفهم المسلم. قوله من بول وغائط وما في معناهما بيان لحاجة الإنسان، وقوله وهو كغسل جنابة أي وكإخراج ريح، فإنه يكره إخراج الريح في المسجد، وكالأكل. يعني الأكل وإخراج الريح في المسجد إيه؟ خلاف الأولى. يعني الأولى كده إنك أنت حتى لو زنقك الريح وعارف إنها ريح، تروح خارج على باب المسجد تعملها وتنك داخل، عشان ما تخرجش ريح سخيفة وحشة والمسجد محل الملائكة، والملائكة تكره الريح الكريهة. لكن لو زنقتك الريح قوي وعلى ما هتخرج كده أهو
والباب بعيد هتخرج منك، خلاص هي مكروهة مش حرام يعني، يعني الدنيا ما خربتش، فهمت؟ يبقى طب والأكل يجوز تأكل في المسجد ما فيهاش حاجة، لكن لو تمكنت انك انت يبقى في مكان ملحق بالمسجد خارج كده عشان ما تتفتفتش ويجي حشرات ويجي نمل ويجي بتاع، تأكل مثلا في المكان الملحق بالمسجد بره. لكن لو ما فيش إلا المسجد لك أن تأكل فيه، ما أنت معتكف، بس تعمل حسابك أنك أنت تفرش وتحافظ على إيه، على نظافة المسجد. في بعض الناس تحتشم أن تأكل أمام الناس، طبيعته كده، أو عنده مرض لما يجي يأكل يريل مثلا فيكسف الناس تشوفه، أو كل ما يجي يشرب بيشرق لأنه بقى العضلات بلعه ضعيفة فمش عايز يأكل قدام الناس، عذر عنده، خلاص يا أخي يأكل بره ويبقى معتكف برضه. شفت بقى حلاوة الدين بتاعنا جميل ازاي؟ كل ده او بيقول لك هنا ايه؟ فانه يكره اخراج الريح في المسجد وكالاكل، لان من شأن ان يستحي منه وان جرت العادة بالاكل فيه، والمراد الجنابة غير المفطرة. اصل المسلمين ما كانوش يعرفوا الاكل في الشوارع الا في القليل النادر، ما عرفناش في مصر الاكل في الشوارع ولا الاهاوي الا بعد الايه؟ الحملة الفرنسية. مصر بحالها ما كانش اللي عندهم اهاوي ولا يعرفوا ياكلوا في مطاعم بره، ما فيش حاجه اسمها مطاعم. اولا في كانت سبل للفقراء، سبيل يدخل مكان كده مبني مستور يقعد ياكل وما يدفعش فلوس، واوقاف ياكل وتنو يشرب، ما فيش مطاعم. واللي معاه فلوس او ياكل في بيته، واخد بالك، او ياكل عند صديقه، لكن ما فيش حد يقعد في الشارع كده على قارعه الطريق ياكل ويشرب وبتاع. ما كانوش المسلمين يعرفوا كده، لان يعتبروا ان الاكل عوره من العورات. لما جم الجماعة الفرنسوية وقعدوا في مصر 3 سنين، والجماعة العيال العساكر غاويين طبعا يعيشوا في الكافيهات في باريس، فابتدوا بقى ايه يعملوا القهاوي دي ويقعدوا، والمصريين عايزين يكسبوا فبقوا ياخدوا منهم فرنكات، والدنيا مشيت معاه، فابتدوا يعملوا لهم ايه، كل واحد عنده حتة اوضة كده على الشارع يروح ايه حاطط فيها كم كرسي ويجيب براد شاي ويعمل شاي ويلم من العيال الفرنسوية دي الفلوس. فانتشرت القهاوي، بدأت تنتشر القهاوي، وبعدين ابتدى بقى ايه اللي بياكل اللي بيشرب عايز كمان سندوتش، ابتدوا يعملوا المطاعم. حبه بحبه تغيرت عادات المصريين والمسلمين عموما، واخد بالك، وانتشرت، لان عند المسلمين الاكل عوره والواحد ما يحبش ياكل قدام الناس. لكن احنا دلوقتي الاجيال بتاعتنا اللي طلعت مش شايف الحكايه دي، ده بيبقى ماشي في الشارع يقطم السندوتش وبتاع وكل حاجه، الحكايه بسيطه قدام الناس، ويمص قصب ويرمي في الشارع ويأزأز لب ويندغ لبان. ايه كان زمان يشتموا اللي بيندغ لبان، يقول اما يشتموا يقول لك ده راجل بلبانه، يعني بيشتموا. دلوقتي خلاص ده عادي خالص، يبقى قاعد كده. وانا شفت دكاتره اساتذه يدخل المدرج يدي المحاضره في بقه لبان، حاجه غريبه قوي. ما اتربوا فين؟ في اوروبا وفي امريكا، مش شايفين الاداب الاسلاميه، ما تشبعوش بيها، فهمت؟ فالاداب الاسلاميه جميله، تخلي انسان كده حيي جميل، ليست له فضلات امام الناس. حتى ما يجي ينف الرش ينف قدام الناس، يستحي ان يطلع صوت النفه بتاعته قدام الناس. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان من طبيعته لا يرى منه اي فضلات او فضول، حتى اما كان يجي يقعد ما يحبش يبين رجليه وهو مربع، يقوم مغطيها كده، مع ان رجليه اجمل رجلين وطأت الارض صلى الله عليه وسلم. ما يحبش يقص ضوافره امام الناس، مع ان ضوافره يعني لو حطيناها في عينينا تبرق. ليه؟ عايز يعلم امته الاداب، ما ينكش في مناخيره قدام الناس، ما يحبش واحد يدفل امام الناس. وشاف وهو في الصلاه اثر نخامه جافه على المحراب بتاعه، وهو في الصلاه تحرك وشالها في ايده كحتها بيده الشريفه، وهو جوه الصلاه ما استناش لما يخلص صلاه علشان يبين امته النظافة والنقاء. جاء لعرب اجلاف ما يعرفوش حاجة عن اي حاجة، يبول مكان ما بينام ويعبد ما يأكله، فحولهم الى ايه؟ الى مربين للعالمين، رب العالمين بلا شهادات ولا جامعات، بحلاوة الجمال والسلوك والفهوم دي كلها. وعلشان كده يقول لك اخراج الريح في المسجد والاكل، لان من شأني ان يستحي منه وإن جرت العادة بالأكل فيه، والمراد الجنابة غير المفطرة كالجنابة من نحو احتلام، لأن الجنابة المفطرة تبطله كما مر وسيأتيه قول أو عذر. نقف عند هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. مشرفنا النهاردة في الدرس الدكتور أحمد مصطفى، فربنا ينفع به ويبارك فيه، وهو من القلائل الذين يعني قضوا عمرهم
في معرفة أصول فن الخط العربي القرآني، فجزاه الله خير وربنا يفتح عليه ويبارك فيه وينفع به هو وذريته وينفعنا بعلمائنا وبالمسلمين أجمعين، ويفرج الكرب عنا وعن المسلمين حيثما كانوا، وينصر الإسلام والمسلمين، ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذكرون وغفلوا عن ذكره الغافلون، وجزاكم الله خير.